والله مشاهدينا، وضع القانون في دولة الكويت أو وضع القانون العديد من المزايا للمرأة التي تعمل حفاظا على سلامتها أولا وسلامة الطفل، سواء بقانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون الخدمة المدنية أو قانون الطفل. ويتضمن هذا القانون العديد من المميزات وحفظ حقوق المرأة. واليوم راح نتعرف على أهم هذه الحقوق وشنو هي الإجراءات للحصول عليها مع ضيفتنا المحامية نجلة علي الحسن، عضو لجنة المرأة بجمعية المحامين الكويتيين. يا هلا فيك وصباح الورد. صباح النور، نشكرك على الاستضافة. حياك الله. العفو أستاذة. أستاذة، شنو تقييمك لثقافة المرأة العاملة في الكويت بحقوقها بشكل عام وبشكل خاص المتعلقة بالعمل سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص؟ للأسف ثقافة المرأة بسيطة جدا. في بعضهم ما يعرفون حقوقهم، وإحنا موجودين هنا عشان نوعيهم بحقوقهم. هذا جزء من أهداف لجنة المرأة بجمعية المحامين الكويتية. بس عامة المرأة دائما لما تلاقينها مثلا راح تشتري سلعة ولا وتقابل تلاقينها عارفة تتكلم وتدافع عن نفسها، خصوصا المرأة الخليجية والكويتية. صح. ليش بعملها ما تعرف شيء؟ مفروض من زمان احنا يكون عندنا هذا النوع من الثقافة. للأسف مو موجود، فاحنا هني موجودين عشان نوعيهم. شنو إذا كان عندنا ميزة بنحطها أو شنو مميزات قانوننا؟ هل نختلف عن غيرنا من الدول الخليجية والعربية والعالمية أيضا؟ هو أكيد نختلف. الحمد لله، يعني أن صدور قانون جديد اللي هو قانون الطفل وايد ساعد النساء في القطاع الخاص أن تتساوى تقريبا مع القطاع الحكومي في الحقوق. الحمد لله، يعني يعتبر قانون العمل وقانون الطفل لصالح المرأة بشكل كبير. لو أخذنا يعني على أساس أنت مثل ما تفضلتي في البداية أنه للأسف في ندرة في مسألة الثقافة عند المرأة في القانون اللي يخدمها، خلينا نقول شنو القانون اللي يخدمها، خلينا للعامة شنو القانون اللي يخدمها في العمل بالقطاع الحكومي والقطاع الأهلي أو الخاص؟ القانون اللي يخدمها هو قانون العمل اللي صدر مو من زمان، سنة 2010، وقانون الطفل اللي صدر سنة 2015. قانون الطفل نص على ساعات الرضاعة، الأمومة، الوضع والأمومة، وإجازة بدون راتب لمدة سنتين لرعاية الأسرة. ونص على أن عدم جواز عمل الحامل ساعات إضافية. هذا كلها ما كانت موجودة في السابق مع صدور قانون الطفل. يعني استجد وايد من هالأشياء اللي ساعدت على حصول المرأة على حقوقها في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. أنا أتوقع أن في عندنا إحنا انقسام في الكويت ما بين اللي يحب يشتغل في القطاع الحكومي حق المرأة والرجل والخاص. هناك أنصار هنا وهناك أنصار هنا. طيب، بس أحس أن من ناحية هذه الحقوق وخصوصا المرأة مفروض أن يكونون متساوين، يعني 100% صاروا تقريبا متساوين من بالقطاع الحكومي وبالقطاع النفطي. في السابق كنا نقول أنهم أبدا مو متساوين، بس بعد صدور قانون العمل 2010 وصدور قانون الطفل 2015 تقريبا ماكو فرق بينهم، حتى اتجهوا كثير من النساء إلى القطاع الخاص. في السابق كان يعني أقلية نساء، بس الحين قاموا يعني يفضلون القطاع الخاص عن القطاع الحكومي. الحين لأن في ناس حتى مو عارفة إذا بتروح خاص ولا حكومة. صار عند المرأة بالنسبة لها القطاع الخاص أفضل، يعني متساوي بالنسبة حق متساوي تقريبا. أشياء بسيطة اللي مختلفة. بس بعد صدور قانون الطفل وايد ساوى بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. طيب، إذا في مستجدات خلينا نتكلم عنها في هذا القانون اللي هو قانون الطفل نفس ما قلت. المستجدات 2015 اللي ساعات الرضاعة وإجازة الوضع والأمومة وتخفيف العمل للمرأة الحامل. خلينا ناخذها تدريجي واحدة واحدة. نقول مثلا اللي هي بداية الحمل قبل الولادة، الحمل شنو تسوي المرأة العاملة بأثناء الحمل؟ تقدم تقرير مثلا؟ تخفيف بالضبط. حلو. تقدم تقرير بعد الشهر السادس. بعد الشهر السادس؟ اي. لها الحق. يعني دخلت الشهر السابع؟ لا، الشهر السادس. في السادس تقدر تقدم تقرير. تقدر تقدم تقرير ومن خلاله يصير لها تخفيف ساعتين. ساعتين وصلت الى
الولادة. اي نعم. تقدم ايضا هي او ولي إجازة أو الزوج مثلا. اي اجازة وضع امومة. ايش كثر مدتها؟ اجازة وضع الامومة مدتها شهرين. هذه براتب. براتب. طيب. واربع شهور بنص راتب. اربع شهور اللي هي انت قلتي شهرين اللي هي اجازة الوضع. اربع شهور الامومة. الامومة. الان الطفل. اسف اماني. لا 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 ناخذها على مراحل. الان الطفل داومت. اي. فبالتالي عندها طفل رضاعة ورعاية. شو تسوي؟ ساعات الرضاعة اللي هي طبعا ساعات الرضاعة لها ساعتين رضاعة من بداية لمدة سنتين من بداية الوضع بدون أي تخفيض في الراتب. ساعتين؟ ساعتين في لمدة سنتين. في من لمدة سنتين من بداية من الوضع. ساعتين يعني من عمر الطفل. يعني الساعتين تاخذهم الصبح ولا يعني على حسب احتياجها. لان مثل ما قلتي تقدر تاخذهم الصبح تقدر تاخذهم الله يسعدك الله يحفظك. ليش؟ لان انا انا استنتجت هذا الشيء منك انت وبالتالي انا قاعد اخذه بالتفصيل لانك انت قلتي الثقافه عند الاخوات مهي موجوده نوعا. اي لان القوانين حديثه انا قاعد افصلها بهذا التفصيل حتى تصل لهم. انا متعمد اقصد هذا الشيء افصله لهم بالتفصيل من الحمل وحتى الرضاعه علشان تصل لهم هذه المعلومه. تفضل يا باني. يزيد فضلك. بس هم انت يعني سلطت الضوء على موضوع الامومه والحمل والطفل. يعني اتوقع يمكن هذه الجزئيه بالثقافه هذه اللي هم عارفينها وحافظينها ما شاء الله عليهم ولادات ويبون وعارفين القوانين ويعرفون حقوقهم من هالناحية. لكن احنا حبينا نسلط الضوء على الحقوق بشكل عام. طيب بس لما انت ذكرت لي او انت ذكرت لي الشهر السادس. طب ما صار عندها ظرف في ظروف يعني اكيد اذا قدمت تقرير طبي حالتها سيئة اكيد راح يعطونها تخفيف او انه ما تداوم ممكن اللي هو طبي شو يسمونه تقرير طبي. تقرير طبي ان في مضاعفات نوعا ما تقرير طبي ممكن العمل او اداء واجب العمل يضر الام والجنين. ممكن التقارير الطبيه ممكن. حلو. عندهم اكيد اشياء ثانيه غير الحمل والام ما كل شيء اخذته ما شاء الله تحسدنا على 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 هالشويه. طيب استاذة بالتأكيد في هناك اختلافات في قانون المرأة سواء أيضا على القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ممكن الحكومي يعطي أوقات معينة ممكن القطاع الخاص وخاصة أن نظام العمل بدوامين. بس بنظام دوام العمل بس نفس ما قلت لك صارت الحقوق يعني متوازية الحين بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي بعد صدور قانون الطفل. فالسابق كان في يعني اختلاف كبير بينهم. هل المرأة عندنا عموما بالكويت تشتكي من شيء؟ يعني هل هي قادرة أنها تتحمل كل شيء وأنها تتساوى مع الرجل من هالنواحي ولا لا؟ ليش خلوا سالفة الأمومة ساعات العمل؟ أنا ما أشوف يعني هي الجهات الخاصة اللي متعبة أكثر شيء أو جهاتنا إحنا يعني بالتلفزيون ممكن تكون متعبة وتسا تشويس. بس إن إحنا قدها أنا أحس إن المرأة عندنا حيل عاملة وتحب الشغل أكيد المرأة صبورة أصلاً بعد وتتحمل وايد فما عندها مشكلة. فسوفر ما شفتي شنو مشكلة المرأة الكويتية من هالناحية من ناحية هذه الحقوق؟ بالعكس إذا المرأة الكويتية أحبت عملها ما راح تحس بالتعب كلش حتى لو كان متأخر أو لساعات إضافية أو ما عندها أي مشكلة. شفت شلون؟ يعطيك الصحة والعافية وإحنا نتمنى أن أنتم أيضا تتواصلوا خاصة بجمعية المحامين ولجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق المرأة مع المرأة بشكل مباشر. حبيت أن نشكر الأستاذة المحامية النجلاء علي الحسن عضو لجنة المرأة جمعية المحامين الكويتية. شكرا لك. حياك. مشكورين ما قصرتوا. الآن نذهب إلى الزملاء في فقرة كويت ترند.